فانكر. انتوا عارفين الحالات دي بتمشي ازاي؟ اللي هو الفانكر انفكشن very severe, بيعمل نيكروز اوف ذا والمانجمنت بتاعته is very difficult and tedious. بنعمل لهم حتى فيتريكتومي والدنيا مش بتبقى ريوردنج ماشيه كويس خالص. فانت المفروض ان انت الحاجات السيمبل اللي انت تقدر تعملها وانت قاعد as a house officer او في الوحده الصحيه ما تمشيش عيان اتليست من غير ما تشوفه بالتوش. ان انت على الاقل هتقدر تلقط ان انا عندي حاجه في الانتيريو سيجمنت ديستورتد. تمام؟ لو العيان دوت عامل عملية برضو دي نقطة مهمة أو بيحصل ديلي فيها. مش كل الدكاترة اللي بيعملوا عمليات بيتابعوا عيانينهم, بالذات لما بيروحوا أماكن الدكتور فيها متغير. برسي أنا عندي الأستاذ الفلاني بيجي يعمل عمليات يوم الثلاث ما بيشوفوش إلا الشهر اللي بعده. تمام؟ العيان بيعمل إيه؟ هو اداله القطرة ياخدها فرمل, يعني ياخدها كل ساعة بعد العملية يقول له قللها بالتدريج لمدة 3 أسابيع وبعدين وقفها. هيجي أول فيزيت هيشوف النايب, تاني فيزيت هيجي هيلاقي ان هو بتعمله نفس الكلام, قلل القطرة مرة لكن ما لقطوش بقى ان حصل المشكلة الاتية. فبالتالي يروح يكرر العلاج ويسأل الصيدلي هي احمرت شوية اه معلش يمكن ملتهبة. طبعا الكلام الممارسات الغريبة جدا بتحصل من بعض الناس اللي هي غير متخصص ان هو ده عامل عملية, لا it's risk of ان ممكن يكون عنده post operative infection. infection ده بيبقى الاول anterior وبعدين بعد كده involve برضو vitreous cavity, عمل لي endophthalmitis which is a severe condition management بتاع very tedious. فلازم ابقى عارفه ان الاوكيولار سيرجري العيان ده لازم يكون فولي اكزامد كويس قوي. لو انا ما عنديش الحاجات اللي افحص بيها اللي هو الستيت لامب الورشه بتاع بكره ان شاء الله اعمل اتليست ريفيرال. عيان على ريجولر تريتمنت اوف جلوكوما فكر ان هو جاي النهارده بريد اي يبقى الانترا اوكيولار بريشر بتاعه موست بروبلي هيرفع اوفر شوتنج. طب انا لو ما عنديش وانا قاعد كده في البرايمري كير ما عنديش ميثود اقيس بيها الانترا اوكيولار بريشر اللي هو الابريميشن ترومتري, المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتليست فيجوال. يعني انا ممكن اعمل زي اكزامينيشن اوف اسيست, بحط صباع ادي بي امبلس والتاني اريسيف بيها. طبعا دي فيري كروت تيست يعني مش المفروض ان انا اعتمد على الاليه 100% لان بيلعب فيه فاكتورز كلير ريجيديتي. في بعض الناس السكليره بتاعتهم بتبقى ضعيفه فانت عندك فولس امبريشن اوف لو بريشر, او هو عنده السكليره فيري ريجيد ودي يمكن في الناس اللي عينيها صغيره هايبر ميتروبس فدي فولس امبريشن اوف هاي بريشر. تمام؟ لكن اتليست انت العيان اللي هو اكيوت اتاك في انجلوكوجي جلوكوما مش هيختلف عليه اثنين ان التنشن اندر يور هاند از توني هارت, يو ار نوت فيلينج اسيست ات اول. انت حاسس كانك حاسس ايدك تحتك حاجه زي ناشفه جدا زي الترابيزه. تمام؟ فاحنا المفروض ان العيان دوت هيجي بيرجع وعينيه حمراء, محدش يقول لك بقى او مخك انت ما يجيبش ان هو بيرجع وعينيه حمراء من كتر الترجيع من السترينينج. لا انت لازم تاخد بريسايز هيستوري. والكلام دوت بيعملوه بره الاجانب بمناسبه ان انتوا سالتوا على السفر بره, هما بيقعدوا ياخدوا هيستوري من العيان 1 hour ساعه. اه احنا في طوارئ وكل حاجه والفلو كتير وكده, بس انا ممكن مع الوقت ان انا ما اخدش ديتيلد هيستوري اب تو 1 hour. انا هساله حضرتك بتاخد علاج لاي حاجه؟ طيب حضرتك بتاخد علاج؟ هيقول لك مثلا دوت ضغط دوت مش عارفه ايه, اصل انا كنت هيحاول يعني ممكن يدخلك في سكه كلام مش بتاعك. انا كنت اكله وحشه فانت مخك يبقى ماشي الجسترونترايز. حضرتك ما بتاخدش علاج لعينيك؟ حضرتك ما بتاخدش علاج لاي مكان تاني في الجسم؟ لازم تاكد على العيان هذه المعلومه. ليه بقى؟ لان العيان ده هيبقى عنده throbbing pain وهادك واجوني وكل حاجه, بس هو ممكن يكون فيجا سنترز والفوميتنج ماسكريدنج دي, واحنا دي برضو شفناها عندنا في استقبال القصر العيني ونعتبره اهمال من اللي شافه في البرايمري كير ان هو شخصه ان الكونديشن از جي اي تي ونسي خالص ان هو مش شايف ان هو مزغلل وان عينيه حمراء بسبب الاوفر شوتنج رايز اوف انترا اوكيولار بريشر. الاتشنج والديستشارج دي حاجه شويه فريك ان هي العيان دوت غالبا هيطلع حاجه سيمبل ان هو عنده الرجي او دلوقتي كوبيز ديستشارج اللي طالع دوت مع الريد اي غالبا ام بي سي. ولو ان انا احب انا يعني اركز على نقطه برضو, انت هتعالج السيمبل ام بي سي مفيش مشكله لو ما عندكش الستيت لاب برضو في المكان اللي انت فيه, لان انت مش سبيشالز يو شود ريفير تو ذا سبيشالست على الاقل حتى تاني يوم. لو هو جالك بليل يروح قول له روح تابع تاني يوم مع دكتور العيون. ليه؟ دي حاجه حصلت معايا انا شخصيا مع وان اوف ذا دكتور كوليجز, دكتور وزميلي او يعني بمعنى اصح اخو يعني صديقه عمري وزميلتي. هي بتكلمني في التليفون, ايوه يا دينا دلوقتي انا اخويا عينيه حمراء قوي وبتجيب عمص اصفر, حد يختلف على ان دي ام بي سي؟ يعني سيمبلي انتوا مش يعني انت حتى بيبقى عندك تندسي ان الناس القريبين منك ما تزعجهمش, صح؟ ما تقولهمش لا دي احتمال تكون حاجه خطيره. اللي حصل ان هو خد الانتي بايوتيك وان داي في بلورنج فظيع ويز فلوترز. فلوترز ثاني يوم. انا قلت فلوترز دي ساين اوف ايه؟
لا مش هي مش اندوكراين، هو بيترايتس وايرايتس. وفعلا بعد كده لا ده هو عنده جوينت بين، ده هو بيجي له اوروجينيتال السرز، وطلع في الاخر بيكشف كان عنده كونسايدنج انفكشن، كان عنده اي بي سي في نفس الوقت كان فيه الاكتيفيتي اوف ذا ايرايتس. تمام، فعشان كده ما ينفعش ان احنا فور جرانتد ان لو ما عنديش تولز فور اكزامينشن ان انا امشيه لا وخلاص انت فيري سامبل كيس، لا انا لازم في ديتيلد اكزامينشن وادور على الساينز والسيمبتومز. طيب زي ما انا قلت الفلوترز ديت بتفكرني اكتر باليوفيايتس، والعيانين الدايابيتكس دور اذا كان فيه هايفيما، يعني ممكن يكون عندهم هايفيما او سو كونجكتيفال هيمج او كونديشن بدات تبروجريس وبدا يطلع الاسكيميك فاكتورز وبدا يعاني من حاجه اسمها ايه نيوفاسكولار جلوكوما. انا مش عارفه الدكتور هبه اتعرض لها امبارح، انفلاماتوري جلوكوما. اوكي طيب انا بقى دلوقتي عايزه سريعا، انا قلت لكم هحاول اختصر المحاضره دي بقدر الامكان، هنتكلم عن الحاجات اللي هي مقلقه من ناحيه الريد اي. طبعا انا بخاف شويه من الفايرال كونجكتيفايتس، يا ترى العيان ده بيجي بريزنتنج ازاي؟ هو غالبا بيبقى يونيلاترال، بيبقى عنده ديسشارج بيبقى ووتري وكتير، وبيبقى لو سالت في الهيستوري مع العيان غالبا هيقول لك ان في ريسنت كومن كولد او كان عنده ابر ريسبيراتوري ريليتد في الفتره القريبه. بيبقى عندي انفلاميشن في البيبرا كونجنتايتا، ولو اكتر حاجه بخاف منها يمكن اكتر هو الادينو فيروس، بيبقى اسوشيتد فارنجايتس وفيفر وماليس والترانسميشن، ودي نقطه مهمه عشان كده بقول لكم اكتر حاجه بخاف منها لان هو ممكن يعديك انت شخصيا. يعني وانس ان انت فتحت عينيه وانت بتاكزامن على الاستتلاب ونسيت ان انت تعمل ديس انفكشن ايدك حتى بسيمبلي بالكهول، انت ممكن تكون الانفكشن لان هو بالدايركت كونتاكت بيتنقل على طول. الانكوبيشن بيريد بتبقى 5 to 12 days. الكلينيكال بيكتشر او برزنتيشن بيبقى العيان عنده ايديما اند هايبرينيا اوف وان اور بوث ايز، بس هو المور كومن برزنتيشن بيبقى حقيقي يونيلاترال. العيان بيبقى عنده كونجنتايفال انجكشن، وهلاقي ان ابسيلاترال اون ذا سيم سايد، يعني هو لو جاي عنده مشكله في الليفت اي اشوف الليف نودز على السيم سايد هلاقيه ده ايه بالفابل ومحسوس. يا ترى انا همانج الحكايه دي ازاي؟ طبعا لازم تديله حاجه immediately to relieve the condition، اديله حاجات بازو كونستريكتور، ممكن طبعا لازم اديله ستيرويد الا لو كان في ايه؟ الا لو كان في ارسل، سافرامايند دروبس ما بقتش موجوده قوي، وخلي بالي ان هو هاي كونتيجيوس فانا هديله انستراكشنز واضحه، لو سمحت حضرتك معلش الفيروس اللي عندنا ده ممكن يكون ماضي، يا ريت حضرتك تغسل وشك بانتظام، ولما تستخدم فوطه تبقى حاجاتك كلها خاصه بيك، المخده بتاعتك هي بتاعتك بس ما تشركش حد فيها. تمام، وابقى برضه مايندد بالديفرنشال دايجنوز. طيب البكتيريا بقى هو مور سمبل، يا ترى ايه كومن باثوجنز؟ وده اول سؤال ابتدى بيه الدكتور ايهاب امبارح، قال لكم الام بي سي كومن كوز بايه؟ للاسف يعني ما كانش حد متجاوب معاه قوي، اكتر حاجه بشوفها هي الستاف اوريس، بس ما ننساش ان ممكن تكون ستريب نيوموني، ممكن تكون سودومونس، وحتى العين هيقول لك الدشارج روم يلوش يلوش جرين او هيموفلس انفلونس. السيفير كونديشن ممكن ينفيد الكونيا، بس ده مع سبيسيفيك يعني اورجانيزم، لو العيان عنده نايسيريا جونوريا او كورين بكتيريوم ديفثيري، هو تعرض لجونوريا لما قال لكم على ايه؟ على ايه امبارح؟ اللي فاكر وقال بياخد سيستميك تريتمنت الاوفاني الريماتورو. تمام، عشان بيبقى ماشيه في التراكت في اللي هو الفاجينا ديليفري. طيب العيان بيشتكي من ايه؟ اريتيشن وهايبرينيا، طبعا يعني بتدمع كتير، بيبقى عنده كوبري سبيرلين ديسشارج موست كومنلي باي لاتر غير بقى الفايرال، بيبقى فيه مال ديكريس وفيجوال اكيد هو مش اكشوال على فكره، يعني ممكن يكون لوس اوف وان لاين بيبقاش حقيقي، لان هو وانس ان هو كونديشن تريتد وقلت الايديما والهايبرينيا دي هو العيان نظره مش هيتغير خالص. تمام، الديفرنشال دايجنوز برضو انا هبقى على طول لازم افرقه من الحاجات التانيه، يعني هبص على الانتيريو سيجمنت بتاع العيان انا مفيش فلير وساز، واتاكد ان انا ما عنديش في البوستيريو سيجمنت اي افكشن. ممكن ادي برود سبيكترم توبيكال انتي بايوتيك، تمام، زي توبرامايسن. على فكره بس تعقيب على الناس اللي قالت امبارح توبريكس، احنا نادرا ما بنستخدم توبريكس في تريتمنت اوف ام بي سي. ليه بقى؟ التوبريكس ده يليق بواحد لسه مولود صغير وبعمل له بروفيلاكسس اجينست انفكشن بعد الفاجينا دليفري، لكن التوبرامايسن اصلا مش قوي، يعني اطول التوبريكس دي احنا بنتابعها ميه. طبعا في حد برضه كان قاعد جاوب امبارح قال الفلوكسيسين والاموكسيسين والحاجات دي، طبعا الحاجات دي اقوى بكتير من ان احنا نستخدم سمبل توبريكس. فاحنا واحنا قاعدين في عيادتنا القطرات اللي بنكتبها حقيقي مش هي توبريكس، احنا بنكتب الحاجات الاقوى من كده، بنكتب اوفلوكس
ممكن يبقى في تايمر اي دروبس تمام، لكن التوبريكس دي حاجه فيري سمبل، هو يا دوبك تليق قوي على البيدياتريك ايج. اوكي ده منظر الكونجنكتيفايتس. لو العيان دوت جاي عنده بابيلي او فوليكلز زي ما انتم شايفين هنا كده البابيلي ايه اللي حصل؟ البابيلي احنا مش هنشاور كده، البابيلي اهي بيبقى شكلها ايه؟ البابيلي ديت عباره عن كونكتيف تيشو بس في سنترال فاسكولار كور. يفرق بقى عن الفوليكلز ان الفوليكلز دي بتبقى بوينت، عباره عن ايه بقى؟ عباره عن انفلاماتوري سيلز والبلاد فيسل من بره، فهي بتبقى السنتر بتاعها لونها وايت لكن البريفي بتاعها لونها مبيض. ده منظر لحد جاي كده بيبقى فيري بيرلون ديسشارج ادي باس خارج اهو، بلاقي الفورميسيز الريدنس فيها اكتر من اي مكان تاني. طبعا ده برضو منظر الديسشارج. ليه اكدت على كلمه الفورميسيز بقى؟ لان انا بديفرنشال دايجنوزز في دماغي العيان ريد اي انا زي ما قلت لكم في اربع حاجات كبار. ايه هم الاربعه الكبار؟ يا اما اكيوت ام بي سي، يا اما واحد عنده كورنيال ألسر، يا اما اكيوت اتاك فرانك كروجن جلوكوما، يا اما اي رايتس. الثلاثه دول الثلاثة الأخرانيين اللي هما بره موضوعنا الكونجنكتيفايتس، العيان بيبقى عنده سيلياري انجكشن. حد فاكر ايه هو السيلياري انجكشن؟ هو انجكشن اوف سيلياري بلاد فيسل هي موجودة سيكند ليمبل حوالين الليمبس 360 درجة تمام؟ معنى كده ان الريدنس مني بربر على العين نفسها حوالين الليمبس حوالين الكورنيا داير داير، لكن عيان الام بي سي بيبقى الماكسيمم انجكشن او حمار عينيه الاكثر في الفورميسيز. يعني لما تشد الجفن كده لتحت بتلاقي الحمار اكتر، ملوش علاقه بالسيلير انجكشن. دايما السيلير انجكشن ده ورنينج ساين ان ذير از سمثينج ديب، لا ده المشكله اعلى من ان هي تكون فيري سمبل وان هي تكون ام بي سي. مش بيتحرك. السبكونجنتايبل هيموريدج ده برضو من الحاجات اللي باخدها في الديفرنشال دايجنوز بتاع الريد اي، ان العيان ده يجيله بليدنج تحت الكونجنتايف. الحاجه الفارقه بقى في الهيستوري حاجتين، ان انا عايز اعرف العيان ده اتعرض لتروما ولا لا، دي مهمه جدا. والتروما سكتها حاجتين، هل هي لوكال اي تروما يعني اتخبط على عينيه ولا هيد تروما؟ ليه بقى؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ ايوه انا خايفه بالظبط كده، انا ببقى عايزه اخد الهيستوري هو اتخبط على راسه ولا على عينيه عشان خايفه من فراكشر بيس. طبعا هو لو جاي بريزنتنج ديفيوز سب كونجكتيفال هيموريدج انا كده مش هقدر افرق، بس لو عيان اللي هو عنده سب كونجكتيفال هيموريدج متجمعه في النيزل اريا وشايفه ان هي تيبرنج توورز ذا ليمبس، يعني الايبكس بتاعت المثلث رايحه ناحيه الليمبس والبيز الاعرض خارج لبره، ده معناه ان البليدنج سورس جاي منين؟ اي ولا نتيجه هيد تروما؟ هيد تروما، يعني طالما اعرض يعني كان جاي اكتر من بره يبقى ده هيد تروما. لما الاقيها تيبرنج تورتس يعني تورتس الليمبس ده معناه ان هي بدات تقل اول ما دخلت عليا، والعكس بالعكس العين ده لو مخبوط على عينيه بس وانا مش خايفه من فراكشر بيس. وطبعا بسالها على هيستوري اذا كان في لوسيد انترفال او فاقده فتره حصل فيها لوس اوف كونشسنس ولا لا، هيبقى الوضع العكس ان البرودر بيس اوف ذا سبكونجكتيفال هيموريدج از توورد ذا ليمبس وبالتيبر وانا خارجه لبره. لكن المنظر الحقيقي اللي هو سبكونجكتيفال هيموريدج دوت يعني مش كونفينينت او مش ما تقدرش تقول بيه، فانت لازم تاخد بريسايز هيستوري كويس. طب في حاجات ثانيه افكر فيها في سبكونجكتيفال هيموريدج. انا قلت في الاول عين هايبرتنسيف ممكن يجي بريزنتنج سبكونجكتيفال هيموريدج. مين ثاني اللي عنده فايرال infection of the eye؟ حقيقي الفيروس بيبقى very virulent لدرجة ان هو يعمل subconjunctival hemorrhage وساعات يعمل hyphema في anterior chamber. شوفوا درجة ايه بقى؟ الفيروس uveitis ممكن يؤدي الى hyphema في anterior chamber. اول عيان يكون عنده مشكلة systemic ان هو يكون عنده زي ما دكتور محمد خفاجي قال coagulation defect، هو عنده مشكلة في سيولة الدم تمام، فهو عنده bleeding tendency اعلى، او ان العيان ده يكون diabetic يبقى ساعتها السورس اوف hyphema جاي منين؟ حد يتوقع كده؟ جاي منين سورس اوف هايفيما؟ نيوفاسكولار بالظبط كده، من البلاد فيسلز اللي على الايريس، يعني عيان عنده روبيوزس ايريدس، واحنا عارفين ان النيوفاسلز دي ار فيري فراجايل بيبقى عندها تندنسي ان هي ايه تراكتشر وعيان بريزنت بهايفيما. طيب البرايمري كير والله لو هو حاله سيمبل
يعني بلونت اوكيلو تومور، عملت فول اسسمنت. يعني ايه فول اسسمنت؟ بصيت على الكوني، بصيت على الايريس بتاعه اللي لسه ما فيهاش تروماتيك كاتراكت، بصيت على الفاندس ان مفيش اي ريتنال هيموراجيز ماشيه مع ان غالبا يكون في سكلير رابتشر. هعمل ريشورنس للعيان واقول له والله البليدنج ده هيريزولف وذين دايز. هايبرتنسيف، لو سمحت ظبط ضغط الدم. عيان فايرال، هدي انتي فايرال تريتمنت. لو عيان فراكشر بيز هتقول له ايه؟ مش هتقول له حاجه، هو مش هيبقى واعي اصلا. تمام. ده هيبقى جاي لك عشان انت دكتور روما تبص عليه ان مع التروما دي اللي هي فراكشر بيس ما حصلش حاجه اوكيلر بينتريتنج وتستدعي كل العمليات. تمام. بحاول اجري باقصى قدره. الكونيال افيشن اللي هو الكونيال القصر، طبعا هو لو سلايد سلافينج اوف ذا ابيثيليوم مش هيبقى مشكله زي ما يحصل ديب افكشن ويكون جزء كبير محترم كده من الثيكنس من الكورنيا وقع. بس في كل الاحوال انت في حاجه معينه، لا حاجات معينه كبرايمري مانجمنت از كورنيا القصر لازم تعمل. الاول هو الانجكشن موجود اكتر في الفورنيسيس ولا سيركم ليمبر في كورنيا القصر؟ احنا اتفقنا ان الوحيد اللي اكتر في الفورنيسيس هو الام بي سي، العيانين هم ميوكوبيرنت كونجكتيفايتس. عيان كورنيا القصر ده هلاقي سيدي انجكشن دايرين دايل. تمام. طيب العين ده هيبقى قادر يفتح عينه في النور، هيبقى عنده فوتوفوبيا وعمال على طول ايه؟ لاكريميشن يلمع. لازم اعمل كمان بقى الدايجنوستيك تيست ان انا لازم اشوفه على السيت لامب باستخدام صبغه اسمها فلوريسين واستخدم الكوبالت بلو فلتر. حقيقي الموضوع ده ليه اصول ويمكن مش عارفه ليه غريب على الناس شويه. هو العيان جاي بيشتكي من فوتوفوبيا وبليفاروسبازم، هيقدر يقعد على السيت لامب كده عادي ولا لازم اعمل له حاجه الاول؟ احط له طبق الانالتيزيا، ده نمبر 1. اتاكد ان العيان بتاعك فولي انتايز. نحط النقطه واستنى عليه شويه، مش نقطه ويعني بنخش في خطوات كده على طول، استنى بس فيو مينتس. وبعدين بعد كده هو يستحسن ان انت تستخدم الستيرويد فلوريسين ستريبس، وبعدين تعمل ووش. والناس برضو بتنسى النقطه دي للداي اللي انت حطيتها. وبعدين تعمل اكزامينشن يوزنج الستيت لامب بس مش اي ضوء. هو احنا متعودين الستيت لامب دايما بيطلع منه ضوء اصفر اللي هو الوايت فلتر، لا انا هستخدم الكوبالت بلو فلتر عشان اشوف الستين اللي انا حطيتها الصفرة دي. لو شفتها جرين بالبلو فلتر ان سيرتن اريا معناها ان الستروما لاميلا كوت ذا داي، معنى كده ان الابيثيليوم از نوت ايه؟ is not intact. It's not the wear. فأنا كده I diagnose ان هو corneal ulcer. لازم اعمله ايه؟ فنفرض ان انا دلوقتي مش specialist. At least تقول له غطي عينيك. تجيب له غيار، تقول لو سمحت بلاش تجيب له لان هو مش مكان. هتخليه يشتري من الصيدليه غيار معقم ويحطه على عينه. تمام؟ further treatment of corneal ulcer لازم يكون based على هو سبب corneal ulcer ايه. التروماتيك احنا نديله prophylactic antibiotic خايفين يحصل infection on top. لكن العيانين اللي هم مدين history او شكل الالسر يمشي في سكه فايرال يبقى انا هديله ايه؟ زوفيراكس. بديله مرهم يحطه 5 مرات في اليوم، concentration بتاعه 3% واقول له احنا هنمشي على الريك ده وهنتابع. تمام؟ لكن العيان اللي هو شكل الالسر بتاعه بكتيريا ده هديله انتي بايوتيك عادي وبرده هنتابع الهيلينج. هو اكسبكتد الهيلينج بتاع الكورنيا الالسر لو هو مودريت هيحصل بعد قد ايه؟ يعني ريجينيريت ريجينيشن او الابيثيليوم بيطلع بعد قد ايه؟ 48 hours. هو اول 24 hours هو بيحصل migration. 48 hours فول كفرج والدنيا بتبقى بيس، تقدر تقول له يشيل الغيار بعد يومين. بس ايه؟ انت لازم تكون شفته وتاكدت ان الالسر بلاقيه، لان في بعض الناس بيبقوا ريزيستنت. صحيح. وفي ناس انت ما بتبقاش مشخص من الاول ان ده فانجر، احتمال فانجر ده يجي اكتر مع حد اتعرض لحاجه اوف بلانت اوريجين او مرض. يعني حد يكون فورنر ويقول لك انا التروما اللي حصلت معايا او اتخبطت على عينيا بحاجه رو من الارض. تمام. او ببلانت، فساعتها انا ببقى سسبكت ان خايفه ان احسن يكون ده فانجر ويخش يبقى فانجر كيرافيتس والامور تفلير اب. تمام. فتريتمنت اوف كورنيا الالسر لازم يكون ريليتد تو ذا كوز. ده شكل الكوبالت بلو فلتر وهو هنا متاخد في الستين دي. طبعا صوره مش حلوه قوي، الريزولوشن مش جايه كويس. قلنا البرايمري كير وقلنا اسبابها. تمام. ادي كوبالت بلو فلتر. يا ترى ده شكل انهي اصلا؟ ده الدندريتك اللي هو بتاع الفيرال، صح كده؟ نخش بعد كده في اليوفيايتس اللي هو انفلاميشن اوف ذا يوفيال تيشو. ودي ممكن تكون فيري سمبل ايرايتس، يعني حاجه انتيريور او سايكرايتس
او نخش ورا بقى اللي هي البوسيليوفيتس انفولمنت اوف ذا فيتريس، او ان الفيتريس يبقى فيه سيلز وانفلاميشن، او ان كمان يكون فيه ريترو كورويدايتس. احنا طبعا يهمنا الحاجه السيمبل، هو العيان ريد اي جاي بقدام، فانا عندي الانتيريور يوفيتس ذا اوكيولار انفلاميشن بيبقى ريليتد للايريس او سيلياري بودي اريدوسايكلايتس. لو في انترميديت يبقى هياخد بقى الاستراكشرز اللي بياند، لو بوستيريور زي ما احنا قلنا ريترو كورويد. الانتيريور بيبقى ممكن يكون اكيوت وريكارنت او يكون حاجه كرونيك، والسايز اوف كرونيستي بيبان في العيان، يعني العيان اللي بيجي باكتيفيتي اون توب اوف اولد انفلاميشن، يعني انت شايف دلوقتي عينيه حمراء وجيت اكزامبل بالسيت لامب